A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ Inna Safa wal Marwa min shaa'irillah faman hajja al baita wa i'tamara fala junaha 'alayhi an yatawwafa bihima kama tatawwa'u khayran fa inna Allah shakirun 'alim innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Tadi mana terakhir Shakirun 'alim? Ya, innal ladzina yaqumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu'u asahu wa bayyanu fa ulaika tubu 'alaihim wa natawwabur rahim innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzabu wa lahum yunzarun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fahya bihil ardu ba'da mawtiha وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب تقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن زللتم من بعد ما جاءتكم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم يا أيها الناس دي bukan أيها الذين يا أيها الناس كلوا مما في الأرض يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم.